شكرا سيد الرئيس. إذا أود في البداية أن أعبر عن ابتهاجي وسروري لقدرتنا كما قلت في الافتتاح على إنجاز هذا العمل الذي مهما كانت حدوده فهو مدعاة للافتخار النظري والسياسي. إذا ليس فقط النظري باعتبارنا إذا لدينا هذا التحريف المهني، إذا لكن أيضا السياسي. أقول هذا لأنني أعتبر أننا جميعا ينبغي أن ننطلق من قولة يعرفها الجميع المفروض حول إذا لينين أو للينين، حول عندما كان الأمر متعلقا بنوع من الاحتفاء بذكرى إذا متعلقة بماركس، وقال أن الأفضل إذا الاحتفاء بماركس هو أن نتوقف عند الصعوبات والحدود. ولذلك اخترت عن عمد هذا العنوان الذي قد يبدو يعني واسعا، ومن إذا فضائل العناوين عندما تكون واسعة وعندما نريد أن نستهجن فلنقل فضفاضة، إذا عندما يكون الأمر كذلك فهو يعطينا إمكانية على أن ننظر لا إذا عموديا بل أن ننظر أفقيا في المشاكل الحافة. وهذا ما جعلني لن أتوقف عند لا عند ماركس عموما، لكن عند النقطة مهمة جدا هي إذا الثورة. وليس من يعني البلاغة الأدبية أنني تكلمت عن فكرة الثورة، فقد اخترت ذلك عن عمد لأننا حتى أشير إذا وأستفز إذا من يريد أن يفكر في الأمر أن الأمر لا يتعلق بمفهوم للثورة، إذن بل يتعلق بفكرة للثورة، حتى لا نتكلم عن مفهوم للثورة ضمن النصوص ولا نتوقف عند نوع من تفسير النصوص والتعليق على التفسير إلى آخره الذي تفيده الكلمة الفرنسية إجزاز. هذا من ناحية. من ناحية ثانية حتى نتفادى فكرة أخرى، وهي أننا إن لا نستطيع أن نقوم بالثورة لافتقارنا إلى مفهوم الثورة. فالكلام عن فكرة الثورة عوض مفهوم الثورة هو الكلام عن أنه يكفي أن تكون لنا فكرة، هذه الفكرة تؤطر تقود توضح حتى نستطيع أن إذن نفكر في الثورة أو نفكر في إنجاز الثورة. شيء آخر وهو أن هذا النص أو هذا العنوان عفوا يفترض يعني أدبيات كاملة. أشير فقط إلى أن هناك نص يشبه أو عنوان يشبه هذا العنوان، وهو عنوان إذن لمقال يعود إلى سنة 1958 الاسم المنشور به هو بول كاردون. بول كاردون هو اسم من ضمن الأسماء لكاستورياديس في إذن مجلة سوسياليزم وبربري، يعني هو إذن وضع العنوان ريكومونسي لا ريفوليسيون، إذن استئناف الثورة. لماذا استئناف الثورة ولماذا استئناف فكرة الثورة؟ الفرق بينهما بالنسبة لكاستورياديس في ذلك الزمن إذن 58، رغم خروجه عن إذن التصور الستاليني أولا وخروجه عن تصور تروتسكي ثانيا، فإنه كان ما يزال يفكر على أساس أن العملية متعلقة باستئناف الثورة، استئناف العملية التاريخية. الأمر بالنسبة لنا اليوم أكثر تعقيد باعتبار أن القضية تتعلق إذن بفكرة الثورة في حد ذاتها. هل أننا ما زلنا نستطيع أن نحتفظ بفكرة الثورة في حد ذاتها كما قد صيغت؟ أعرف إذن التضخم الإعلامي والتضخم المعرفي الذي خضعنا له نحن في هذه الثمان سنوات، إذن بدرجة أنه قد يستهجن أننا يمكن أن نفكر في الأمر إذن على أساس أنه يستحق أن نعود إلى التفكير فيه، لكن أعتقد أن هذا من باب إذن الخطأ.
فلا أقول ذلك من باب الخطأ، لأننا إذن على هذا المنبر، منبر روزي لوكسمبور ومنبر إذن المخابر، لا هي شخصيا إذن كتبت والنص موجود حول إذن في داخل الثورة التونسية، لكن 8 سنوات بعد هذا أصبح الأمر يستحق إذن معاودة التفكير، ولذلك سميته استئناف. نحن عندما إذن أردنا أن نفكر فيما حدث، نحن انطلقنا من بديهيات على أن فكر الثورة فكرة واضحة، وربما مفهوم الثورة مفهوم واضح، وقد يعني استغلت ذلك معناها ماكينات، الكلمة أقصد كذا استعملها، ماكينات النشر الغربية، وأعادت إذن يعني أقول أعادة تسخين يعني أدبيات كثيرة جدا، وأعادت نشرها. من لو عدتم ستجدون أنك أدبيات كثيرة جدا كانت قد وضعت في الثلاجة وأعيد إذن نشرها بعد 2011. فهذا كان إذن فيه إغراء كثير، وهو أننا إذن نأخذ يعني المفاهيم بين معقفين الجاهزة، ونقول هل ما حدث عندنا ينطبق مع هذا، ينطبق مع هذا، ما ينطبق مع هذا. وتعرفون جيدا الركام الكبير جدا الذي سيصبح بعد زمن موضوع لدراسات سوسيولوجيا، دراسات سوسيولوجية، دراسات تاريخية، ودراسات علم السياسة، في حين أن الأمر يعني معقد جدا، معقد جدا بقطع النظر عن توصيف ما حدث، هل نسميه ثورة أم نسميه شيء آخر غير هذا. لماذا هو معقد جدا؟ باعتبار أننا نعتبر أن المفهوم بين ظفرين قد صيغ في مكان آخر، وما يمكن أن نتكلم عنه هو هل أن الحادث يعني الموجود يطابق هذا المفهوم الذي صيغ في مكان آخر. فهذا إذن عمليا جيد، لأنه يعفينا من أن ننحرف إذن نظرانيا حتى نفكر في الأمر، لكنه معرفيا يعني ردي ومستقبليا أردأ. معرفيا ردي لأنه سيمنعنا من أن نفهم، من أن نتعقل يعني أصالة خصوصية تفرد طرافة ما حدث هنا. ولذلك تقريبا نستطيع أن نقول أن أكثر الأدبيات التي اطلعت عليها على الأقل فيما يخص الحدث المحلي تكرر بعضها، يعني بعض الفروق بينها هي فروق إنشائية فقط. هذا أولا. ثانيا، هو إذن يعني نظريا لا يساعد، باعتبار أننا عندما ننظر في الأمر ماذا سنجد؟ سنجد أننا يمكن أن نؤس الناس، يعني نزرع فيهم اليأس بأن نقول إن ما حدث لا يستجيب للشروط التي حصلت، ولذلك فينبغي أن ننفض أيدينا مما حدث باعتبار أنه لا ينجز البرنامج كما نراه. فالضرر إذن ضرر معرفي أولا، الضرر ضرر إذن عملي ثانيا. الثالث هو أنه يعني يدل عن نوع من القصور المعرفي. ما هو هذا القصور المعرفي؟ القصور المعرفي يتعلق بأننا لم نأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي نتجت عن يعني التاريخ الغربي للثورة، ونقد هذا التاريخ الغربي للثورة في الممارسات وحتى في الكتابات. فنحن نقول إن هناك نصوص تأسيسية، هذه النصوص التأسيسية جاءت بعدها نصوص شارحة، جاءت بعدها نصوص إذن تضيف أشياء، ونتوقف. ماذا نهمل؟ نهمل أن الأمر بدأ في الاستئناف تقريبا بعد إذن وفاة ماركس ببعض السنوات، بدأ في الاستئناف منذ إذن المقدمة التي كتبها إنجلز إذن للصراعات الطبقية في فرنسا حول هذه المشكلة، مشكلة كيف نتعامل مع البرلمانات، يعني كل هذه العملية التي ستسمى فيما بعد الإصلاحية.
هذه الإصلاحية التي يعني نستطيع أن نأخذ رمزا عليها هو الصراع بين إذن روزا لوكسمبورغ وبيرنشتاين حول إذن من جهة إذن مفترضات يعني الديمقراطية الاشتراكية بيرنشتاين وكل الكتابات المقالات التي جمعت فيما بعد في إصلاح أو ثورة بدعم بحيث أننا ظللنا حبيسي هذا يعني النزاع هذا الإحراج دونك يعني أبوري هذا يعني النزاع بين إصلاح أم ثورة ومن السهل جدا أن ننظر للنزاع بين إصلاح أو ثورة على أساس أنه من باب الوفاء للنص الأصلي فنكاد نكون نقليين إذن باللغة اللاهوتية الإسلامية أو نقول أن هناك إذن وعملية يعني جيدة جدا لو تفكرون معي في إذن المرجعية أن نفكر في أنه هناك يعني نوع من الردة أن هو الدين أفكركم بالمرتد كاوسكي إذن نص لينين كذلك أفكر يعني التحريفية إذن في العربية وأنتم تعرفون أين ما هو الجانب التحريفي وكذلك هناك مشكلة الخيانة الطبقية كذلك مشكلة خيانة الطبقة العاملة إلى آخره فيصبح العمل في نطاق الراهن السياسي في نطاق العاجل السياسي نوع من التقويم يعني المتسرع الذي يمنع بالتفكير في المستجد والمشكل بطبيعة الحال السياسي ليس له ما يعني أتمتع به الآن باعتباري أتكلم في ندوة وإذا ننظر للمسألة نظرية فهو لابد أن يعني يقرر سياسيا لكن عندما ننظر على أن ما يقرر سياسيا في عجلة لأن التاريخ لا ينتظر يتكرر بطريقة إذا يعني سطحية أيضا في النظر فهذه تصبح مشكلة كبيرة وهذه إذا صعوباتها وأضرارها إذا اللاحقة أضرار كبيرة جدا فلا أجد أن هناك من ناحية الصعوبة ومن ناحية البنية فروق بين إذا النزاع بين روزا لوكسمبورغ وبيرنشتاين أو النزاع بين كاوسكي ولينين أو النزاع بين ستالينيين وتروتسكيين إذن أو بين إذن النسخة الألبانية والنسخة إذن السوفيتية أو بين الماويين وبين كل هذه تقريبا نفس الطريقة وهي أن نفكر في المشكلة على أساس إذن أصل نقي وهناك إذن انحراف عن هذا الأصل عوض إذن النظر في المشكلة المشكل ما هو؟ المشكل هو في الصعوبات الداخلية في ما يستجد خارجيا والذين قدموا يعني إضافة هم الذين أخذوا بعين الاعتبار المستجد أكثر من أن يظلوا حبيسي يعني الموديل معنى حبيسي النموذج يظهر هذا في كل المستويات المستوى الأول وهو توصيف الطبقات الاجتماعية المستوى الثاني وهو تحديد المهام المستوى الثالث هو حتى تحديد أداة النضال السياسي وهي الحزب أو إذن النقابة أو المجالس أو المشاركة النقابية كل هذا إذن نوع من كرة الثلج التي تمنع من النظر إلى أن هناك يعني عوامل متغيرة وعوامل ثابتة نحن نعتبر أنها ثابتة باعتبار أننا لدينا برنامج وباعتبار أننا لدينا تصور للمجتمع حاليا وللمنشود الذي هو المستقبل وهناك المتغيرات لا إذن نتحكم فيها فعدم قدرتنا على المفصلة بين إذن المتغير والثابت بين الأفقي والعمودي بين التاريخي وبين السياسي تجعلنا إذن نختار حلولا إذن يعني ربما تكون سهلة ونختار إذن هذه الحلول السهلة تجعلنا نقترح إذن قرارات نقترح برامج نقترح مواقف تكون في بعض الأحيان إذن كارثة على المستقبل أكثر مما هي كارثة على الحاضر هذا أتكلم إذن خدش مزيل مونين مزيلوا لك 13 دقيقة هذا أتكلم ضمن سياق إذن ماركسي أرثوذكسي في الحقيقة حتى وإن ادعى النقدية لننظر إذن الآن في ما يحف بهذا السياق فنحن جميعا نستطيع أن نعتبرنا أنفسنا إذن ما بعد ماركسيين
ما بعد ماركسين بأي معنى؟ المعنى الذي أننا جئنا بعد ماركس وماركس انتهى أمره، إذن نتركه للآخرين، إذن هذا اللي نتكلم عنه. إذن ما بعد ماركسين بمعنى يعني الكلمة الإنجليزية تفيد after، إذن التي تعني بعد وتعني انطلاقا من. فنحن جميعا في هذه الوضعية جئنا بعد ماركس وننطلق من ماركس. الذين يريدون الوقوف عند جئنا بعد ماركس وانتهى أمر ماركس فلنتركهم، إذن لأنهم إذن هم لا يطرحون صعوبات. فهذا ماذا يجعل؟ يجعل أننا لا نستطيع أن نفكر إلا ضمن ما يحلو للجماعة إذا نستعمل باراديغم ماركسي للثورة. هذا الباراديغم الماركسي للثورة كيف نوصفه؟ هل نوصفه على أساس ما نتصور نحن أنه كان كذلك، أم على أساس ما يوجد لا في نصوص ماركس فقط بل في التجارب السياسية والتاريخية التي عايشها ماركس؟ إذا نظرنا لهذا الأمر، وهذا بطبيعة الحال تكلم باسمي، نحن لا نجد نظرية للثورة في كتابات ماركس. يعني هنا إذا لا جد صديقنا إذا للأسف اعتذر ميكائيل لوفي إذا كتب كتاب إذا عمدة في هذا الأمر ولم يتجاوز، إذا استدعيناه لكن اعتذر. إذا أجد أن الأمر يتعلق بهذا. الذين حاولوا فيما بعد حل المشكل ونجد في نفس إذا العمل قدموا إذا أشياء في الواقع هي حاولت أكثر ما يمكن أن تتابع المتغيرات لكن ضمن ما سميته فكرة الثورة، أي مجموعة الحدوثات التي كانت للثائرين في رفضهم للحيف الاجتماعي وللسلطة السياسية وكل ما تعرفون، وكذلك مجموعة الحدوثات التي وجهتهم في ممارستهم، وكذلك مجموعة الأفكار العامة التي للسياسيين وللقادة الذين حاولوا تأطير ذلك. هذا ما نجده في الواقع في كتابات إذن روزا لوكسمبور نفسها، في كتابات لينين، في كتابات تروتسكي، وفي كتابات فيما بعد جانب آخر سأشير إليه فيما بعد. نحن الآن لا نتكلم عن استئناف الثورة على أساس هذه النصوص، لكن نتكلم عن استئناف فكرة الثورة على هذه. على أساس ماذا؟ على أساس أن ما حصل هو نوع من المراكمة، لكنها مراكمة لخبرات نظرية، ليس فقط لخبرات سياسية بل لخبرات نظرية. وهذه الخبرات النظرية نظرا لأننا في هذا المجال لا نؤمن بنوع من التقدم الخطي الذي إذن يعتبره، بل نؤمن بنوع من مراكمة التقاليد. هنا استعمل إذن بطبيعة الحال فكرة من بنيامين حول تقاليد المقهورين، لا تراديسيون دي زوبريمي، أي هي مجموعة القيم التي إذن يراكمها المقهورون والتي يمررونها من جيل إلى جيل. بمعنى أنني أعتبر أن إذن بالطبيعة مش نأخذ ماركس لأن القياس عندئذ سيصبح إذن سخيف، أعتبر أن عاملا من الذين كانوا يهشمون الآلات أكثر ثورية من الذي يشتغل على آخر نسخة إذن من معنى الكمبيوتر، والذي إذن يريد أن يقوم بنوع من السابوتاج للول ستريت ولا غيره، باعتبار أن ذلك العامل كان ينتمي إلى مجموعة كاملة، في حين أن هذا يمكن أن يكون إذن يتكلم عن وضعية كثيرة. فكأن الذي يعيش في بداية القرن الحادي والعشرين يكون أقل ثورية، لا أقول الكلمة الأخرى، يكون أقل ثورية من الذي عاش في بداية القرن التاسع عشر. هذه الفكرة تجعل أننا نعتبر أن كل ما يوجد في جدول أعمال الإنسانية ويسمى ثورة نستطيع أن نعتبره من المقدرات التي إذن مقدرات دونك سي يعني نوع من الأشياء وال يعني فوالا دونك التي نستعملها فوالا. ثم شيء آخر أنه هذا يتعلق بالجانب الأولي الذي هو رفض يعني هذا الواقع إلى آخره، الجانب الثاني وهو البنية، وهنا استئناف فكرة الثورة تعني أننا لا نظل حبيسي ذلك الإقصاء التام الذي قام به ماركس حول الذين يقدمون إذن أفكارا مختلفة عنه، سماهم هو فوضويين، سماهم هو طوبويين، فما فالأمر أصبح يعني
يحتاج إلى نظر آخر، لأنه ربما في اللحظة التأسيسية للأممية الأولى كان بالضرورة أن نكون صفويين، وأن نكون إذن نوعا ما ريجيد، يعني نوعا ما إذن متصلبين، لأن اللحظة التأسيسية تحتاج نوع من النقاوة الأولية، في حين أن البرنامج العملي إذن لا يحتاج إلى هذا النوع من العصبوية، فلأستعمل إذن كلمة إذن سياسية، بل يحتاج إلى نوع من معناها يعني المجال الأوسع، فوشت المجال الأوسع، وهذا ما يجعلنا إذن ننظر في الواقع اليوم بطريقة أخرى. أقول هذا لماذا؟ لأن هناك إذن أدبيات كثيرة نسميها أدبيات إذن ماركسية، يعني تحررية، ماركسيزم ليبرتير، هي في الواقع تحتفظ أو تحاول أن تجمع بين تقليدين، تقليد إذن تحرري لا أقول أناركي، وتقليد آخر ماركسي أكثر إذن أرثوذكسية. هذه يعني لا نستطيع بسهولة أن نقول إنها يعني من الثورة المضادة، لا نستطيع بسهولة أن نقول إنها إصلاحية. لماذا؟ لأن المشكلة ربما في هذا التوصيف، و شيء آخر هو أننا عندما نتوقف عند هذا يعني لن نجد فكرة الثورة يعني حكرا على نوع معين من التصور، حكرا على نوع معين من التصور الذي يعني في الواقع أعطى لنفسه هذه السلطة المرجعية، هو في الواقع لم يعطيها له أحد، بل هو أعطى لنفسه هذه السلطة، وتصبح القضية قضية يعني أن يعطي لنفسه مشروعية تاريخية، مشروعية طبقية إلى آخره، لكن يكفي أن ننظر بطريقة أخرى لنجد إذن أن المشكلة إذن يعني معقدة جدا. أعطيكم مثال إذن يعني جميل، لأسباب معينة في شهر ماي شاركت في يعني كولوك حول إذن مئوية في ماركس في ألمانيا، يعني في 5 ماي، ففي المدينة الذي كنا فيها كان احتفال، وفي تريف إذن المكان الذي ولد فيه كانت هناك مظاهرات ضد النصب التذكاري، وهناك الذين يعتبرون أن كل من يحيي ماركس هو يسيء إلى ذكرى ضحايا ستالينية والماركسية الدغمائية إلى آخره. إذن بطبيعة الحال الأردية، إذن هنا ليس من السهل إلا بقرار سلطوي أن نعتبر لأنفسنا إذن المونوبول الاحتكار الخاص. إذن أعرف إذن هذه السلطة الوحيدة التي لا أستطيع أن أنقذها هي سلطة الرئيس. إذن أواصل في الجانب الأفقي، وهو إذن ما كانت تتكلم حوله هالة. إذن في الواقع النظر خارج الباراديغم الماركسي الغربي يعني مشكل كبير جدا. هل نستطيع بيسر من خارج التاريخ الأوروبي أن نقبل بمفهوم للثورة الذي قدم إلى حد الآن؟ يعني هذه عملية صعبة جدا، سميت في تاريخ الماركسية نوع من تبيئة الماركسية، يعني كانت إذن في الواقع على مراحل. المرحلة الأولى هي اللينينية وهي صورة أولى، المرحلة الثانية إذن كانت الماوية وهي صورة ثانية، والمرحلة الثالثة حركة التحرر الوطني وهي الصورة الأخيرة. لكن عندما نرى مآل النسخة الأولى النسخة الروسية، وعندما نرى مآل النسخة الثانية، وعندما نأخذ بعين الاعتبار، وهذه فرصة لأذكره بخير، إذن ما قاله سمير أمين من انتهاء باراديغم حركات التحرر الوطني، وعندما أنظر اليوم إلى ما يحدث في المنطقة العربية كلها، ما يحدث في فنزويلا، وما يحدث في البرازيل، وما يحدث في نيكاراغوا كذلك، ألا يصح أن نقول إنه يعني من الضروري أن ننظر نظرا جديدا، نحن الذين ننتمي إلى كل هذا التراث ما بعد الماركسي،
فيما يخص البرنامج، فيما يخص يعني التنظيم، فيما يخص الأفق، وفيما يخص العلاقة بين المحلي وبين العالمي. هل يعني نأخذ بعين الاعتبار أن السلطات جميعا أصبحت سلطات يعني ترانس ناسيونال، إذن لم تعد سلطات إذن وطنية، بل أصبحت سلطات عابرة للوطنية رغم هذا، والثورة في نموذجها الإنجليزي والأمريكي والفرنسي والماركسي مرتبطة بالدولة الأمة؟ هل ينبغي أن نكون جميعا تروتسكيين بطريقة معينة حتى نستطيع أن إذا يعني نفهم العملية بأن نقول إن يعني الشيما جنرال إن الثورة الدائمة ربما تكون أوضح إذا، ولكن أنتم تعرفون معي إذا حتى إذا ما توافقوش أن النموذج في حد ذاته للثورة الدائمة أيضا لم يفلت من هذه أن إذا هي دولة وطنية إذا مضخمة، ليست إذا فعلا إذا دولة غير وطنية، بمعنى أنني أجد نفسي أمام الوضعية التالية: استنفاد المعنى الماركسي الكلاسيكي لطاقاته التغييرية، والدليل على ذلك ما حصل للأحزاب الشيوعية إذن في الفترة الماضية. ثانيا يعني بداية استنفاد الحلول التي حاولت أن تجمع بين يعني كلية ماركسية و يعني محلية فيما يخص الثورة. الثالث هو أن الإطار الجديد يجعلنا في بعض الأحيان نشك في العملية في حد ذاتها، وأنهي إذن بهذه الكلمة، وهو أن مفهوم المقاومة لا يحل المشكلة، فالمقاومة هي مقاومة لسلطة لم نستطع تحويلها، وليس الحل الذي رآه إذن يعني المكسيكي جون هالوي حول إذن إمكانية تغيير العالم دون أن نأخذ أو نستولي على السلطة بالحل، باعتبار أن التجارب الصغيرة التي وقعت بيّنت أن السلطة لا تستطيع أن تتركنا نغير العالم إذا لم نستولي عليها، والتجارب السابقة بيّنت أننا نستطيع أن نستولي على السلطة، ولكن السلطة تجدد نفسها بنفسها وتستعملنا للإجهاز على ما أتينا به. كلمة أخيرة، لم أقل من أجل استئناف فكرة الثورة، بل قلت نحو استئناف فكرة الثورة، بمعنى أن العناصر موجودة والمساعي موجودة، فقط ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار حتى لا تكون هي متوفرة أمامنا ونحن لم نبصر بها. وشكرا إذن وأعطيكم